السادة الصحفيين على التجاوب ديالهم وعلى الأسئلة ديالهم وعلى الصبر ديالهم أيضا. كنظن الأسئلة صعيب نجاوب عليها كل سؤال، ولكن راه تتروح على بعض الإخوان على أربعة التنسيق ومدونات الأخلاقيات ثم ملتمس الرقابة ثم كل ما تعلق بحقوق الإنسان والرأي وتضارب المصالح. نبغي نجاوب على هذه المحاور الأربعة بعجالة ولكن تركيز في موقفنا كفريق اشتراكي. بالنسبة للتنسيق يمكن نشرحوه للإخوان مزيان، في كل دول العالم التنسيق حتى تعرف لحظات مد وجزر ولا، ولكن الأساسي بالنسبة لنا يمكن هذه التساؤلات ما طرحوهاش ولا أننا كنا بربعة، ولكن إلا تبعوا الإخوان اللي يتبعوا في البرلمان القانون المالية كل مراحل التنسيق في القانون المالي راه كانت ما بين كل التصويتات بدون استثناء، ولكن بدون شك لأن الأساسي هو تنسيق ميداني على مبادرات محددة. هذه الندوة الصحفية كان ممكن ماشي كاينة في البرنامج، ولكن مبادرة من الأخ السيد رئيس سي بوانو قال بأن بدل من أنكم نديروا بلاغات مشتركة يمكن نجيو نديروا ندوة صحفية مشتركة ونديروا بلاغات. بمعنى عملية التنسيق اليوم هي أنا بالنسبة لي واللحظة اللي كنشوفها الآن هي ناضجة، ناضجة وماشي شعار، ناضجة لأنها مفروض أنها دير عمليات لمواجهة التأول اللي كاين داخل البرلمان وكتحدث في كل لحظة وكاين فيها يقظة مهمة وتدخلات في البرلمان وكتحصل في بعض الأحيان في اللحظة. إذا والآفاق ديالها أنها ما تمشي بهذا النفس، يعني تنسيق المبادرات اللي تحمي المؤسسة واللي تواجه أيضا التأول. بالنسبة لملتمس الرقابة هو دابا حنا في المناخ السياسي ديالنا مع الإخوان، وغادي نقول غادي نستعمل العبارة حتى في المدونة بعض الأحيان، إلا درتي علاش درتي وإلا ما درتي علاش ما درتي، إلا درتي راك كتقايم وغير كتوجه وإلا بقيتي سألت راك تقنع، إذن راه صعيب البر، ولكن في نهاية المطاف الممارسة السياسية، الممارسة السياسية هو إلقاء حجارات في الماء الراكي بلادنا ما فيهاش مبالغة. فمن نهار اختار الحزب المجلس الوطني ديال الاتحاد الاشتراكي يطلق ملتمس الرقابة بدليل في الندوة الصحفية في السنة الماضية وفي السنة الماضية ما تكلمناش عليه، ما قال حتى شي صحفي ما سكتش عليه حتى شي واحد، ولكن اليوم ها هو في المناخ السياسي جزء من الآليات كنبهو كيتنبه بأن كاين الإمكانية ديالو. أنا لم تكن على الآخر رئيس السيسي قال لك هذا ملتمس الرقابة هو سياسي، ما غاديش يديروا الفرق بيناتهم غير غيجلسوا البرلمانيين ويبداو يوقعوا، هذه آلية للملتمس الرقابة الانتباه. وكان ممكن هذا الفرق واي فريق منا يقول يطلق لجنه ملتمس الاخر الثقه صحيح الثقه كيقول لان الدستور، ولكن ما عندناش العدد، واخا ما عندناش العدد لان الغايه منه تبين الان التوازن المؤسساتي ما كاينش، يقول خص تجمع الثلث ديال النواب البرلمانيين، ولهذا قلنا بان المفروض تكون عندنا في بلادنا التوازن ما بين المؤسسات. كثير لكم كتسول علاش المعارضه ضعيفه، غنعاود ناكدها باللغه ديال المغرب الخشينات، المعارضه عندها القنوات المؤسساتيه اللي كتواصل فيها الرسميه، عندها الجلسات الاسبوعيه واللجان والجلسات المساءله الشهريه، كتسمعوا صوتنا في الجلسات المساءله الشهريه، علاش؟ لان التوقيت مقسم بالنصف، ولكن في الجلسات الاسبوعيه راه كاينه ثلاثه الساعات، كتكلم فيها الحكومه ثلاثه ساعتين و45 دقيقه، والمعارضه بالمكونات ديالها كلها كتكلم اربع ساعات. فراه الصوت البوست باش كيخرج الصوت راه ما كاينش، راك تشوف سبعه البرلمانيين تيتكلموا من الحزب الحاكم ويقولون اي شيء وكيقولوا الحكومه انتم زوينه وانتم زوينه وانتم زوينه، وكيجي واحد النائب برلماني علاه ياخذ دقيقه باش يقول العمليه. هذا قلنا الاخلال بالتوازن، علاش كنديروا الانتباه هذه العمليه؟ الجواب يقول هو هذاك الشيء اللي دار الشعب المغربي صوت على ذلك، لا بلادنا باغي التوازن ماشي باش يدخل الاتحاد الاشتراكي للحكومه، خاص واحد من الاحزاب الثلاثه الكبرى يبقى في المعارضه كيما حصل، ما عمرش عندنا هذا الوضع ديال الاختلال، علاش كنطرحوه دابا الان؟ ما طرحش عندنا، كان عندنا واضح الامر بان باش يكون باش كل الحقوق الدستوريه اللي كاينه تمتع بها المعارضه، راه كاين فصل خاص بالمعارضه، ولكن واحد العدد الاليات عندك بامكانك ديرهم ما بامكانكش ديرهم لان ما عندكش العدد الكافي ليهم باش غديرهم. بخلاف معنا فبمعنى وحنا كان المسلسل ديالنا المسلسل الديمقراطي ديالنا والمؤسسات ديالنا حمايتها للمستقبل خص توضع راه الانشطه التوازن للمؤسسات، كل ما كان التوازن العددي ما بين الاغلبيه والمعارضه سيكون في صالح
البلد في صالح الديمقراطية ديالنا والبلد ديالنا. وبالتالي نرجع لملتمس الرقابة، ملتمس الرقابة واحد من الآليات الممكنة، وممكن تكون مبادرات أخرى من عندنا ومفتوحة للنقاش. الأجمل اليوم اللي عندنا في المناخ اليوم كاين تنسيق ما بين الفرق داخل البرلمان، ولكن أيضا كاين تنسيق ومبادرات خارج البرلمان، كاين لقاءات ما بين المبادرة اللي قيمها البي بي إس اتحاد الشراكة والتقدم الاشتراكية، وقالوا بأن بنيتها يسارية ولكن مفتوحة على كل الفرق. وكاين حوار ونقاش ما بين الثلاثي الاتحاد الاشتراكي والحركة الشعبية وما بين التقدم الاشتراكية، وكاين حوار ثنائي ما بين التقدم الاشتراكية والعدالة والتنمية. إذا راه كاينين المبادرات، ولكن حنا بالنسبة لنا راه ستكون في مصلحة المواجهة ديال ولكن في البناء الديمقراطي في بلادنا. بخصوص مدونة الأخلاقيات، هذا الموضوع ملي كيطرا ديال السلوك وديال الهدوء فيه الإغراء، وللأسف فيه الإغراء الشعبوي بسرعة. راه في شي لحظات، ولهذا حقوق الإنسان والقوانين ما كتبناش تحت ضغط الشعبوية، لأن كاين مناخ باقي، كاين الآن حملة على من ولينا كنصوروا الشيطانة، راه وصلنا للشيطانة البرلمان. إلا تشيط البرلمان والبرلمانيين، يدخل الإعلام راه جزء من هذه العملية. السوق السهل للبيع والكلام هو دار البرلمانيين، الحين واخا ما كاينش، هذا ماشي معناه بأنهم مقدسين، ولكن صحيح بأن يولي تختزل كل ما يحصل عندنا في البلاد والإشكال اللي كاين عندنا البلاد في البرلمانيين. إلا صعبنا قوانين في هذا الوقت في هذا المناخ غتكون المعصرة، غادي المطاردات الصحيحة. فبالتالي حنا جزء من حنا الفريق الأول عبر عن التخوف ديالو بشكل كبير في التجزيء بأننا نمشيو، وهنا كنقول بأن التخوف من بعد عن جميع الفرق تقول بأن أتونسيون مدونة الأخلاقيات نديرو مقارنات، خصنا نشوفوا شنو كاين عندنا في بلادنا، خصنا نشوفوا واش بغينا نديروا عمليه جراحيه صغيره، ولا بغينا نديروا اننا تنقيت المناخ السياسي ديال بلادنا وكل المؤسسات ديالنا. بالتالي فان العمليه السياسيه اكبر، مفروض ينخرطوا فيها الاحزاب السياسيه بشكل كبير كلها، مفروض ان كل القوانين المرتبطه بوصول البرلماني او المنتخب، جلاله الملك تكلم في الرساله الملكيه على كل ما يتعلق بالديمقراطيه التمثيليه، الديمقراطيه التمثيليه ما كاينش غير في البرلمان، تكلم على مدونه ملزمه قانونا للبرلمان بغرفتين، مجلس النواب وحده هو اللي غيرو يدير العمليه بحال لم الاخر. فكنقولوا هذا المناخ، ولكن هذا راه في سياق اكبر. العمليه السياسيه في العالم راه دائما تحت الرصد ديال المال الفاسد. اخوانا نتكلموا على التجربه في ايطاليا، كيفاش المافيا دخلت للعمليه السياسيه ودخلت للرياضه ودخلت لكل الاشياء، كيفاش مجهود جبار ديال الدوله تنقيه المناخ. في امريكا اللاتينيه كيفاش دخلوا، تعرفوا كيفاش ان اصبحت المافيات هي اللي تتحكم في الحكومات وتتحكم في الاحزاب السياسيه، وكتحكم دائما المال الكبير من اللي كيدخل وكيتضخ كيولي تيتحكم لاهداف سياسيه واللي كيعطينا من بعد الضرب المصالح. فبالتالي حنا ما كنعتقدش حنا واصلين لهذا المستوى اليوم، ولكن الانذار انا كنعتقد دائما كانت انذارات التونسيون وصلوا لهذه العمليه. فبالتالي معالجته ما كنعتقدوش بان معالجته بعمليه سريعه، ولكن ماشي هي هو اللي كدير الحكومه. بحال الا اننا في الاسبوعين الماضيين درنا حاله الطوارئ، خصنا نوافقوا خصنا نديروا لان النظام الداخلي جاهزين، ثم غنأجلوا ونمشي. لا، ناكد حنا كفريق حنا جاهزين من اليوم، لان ما تسدش اصلا، ولكن ما كايناش عطله استغراق. لا، حنا جاهزين باش اننا الفرق البرلمانيه والمعنى رئيس مجلس النواب ان هذا الغش يتفتح بجميع الطرق ديالو، لان بلادنا خصها تحمي الديمقراطيه ديالها، وخص مدونات الاخلاقيات تكون عندنا، ولكن ايضا معها الرساله الملكيه فيها بعض الصفحات كلها كتنوه بالعمل وبالقوه اللي عندنا في البرلمان في مجالات متعدده. في الديمقراطيه التشاركيه خصنا نعاونوها، تكلموا على الاخوان على الدبلوماسيه الموازيه والدور الكبير اللي كتقوم به البرلمان. تكلم الاخوان اللي قال المواكبه ديال مجموعه الصدقه، حنا عندنا راي فيه بان مجموعه الصدقه حرام اننا نديروها صوره وما كتشتغلش. مشلوله لان ما عندها، لان خصها الدعم المالي الكافي وخصها الامكانيات الكافيه وخص مجلس النواب يرضى فيها، لان شنو مجموعه صدقه هي الامكانيات وفيها المبادره ديال البرلمان، ماشي ان المؤسسه اللي كتوجه كتورينتي. فبالتالي عندنا بزاف اشياء ممكن اننا نلعب فيها دور. بالنسبه للنقطه اننا نفهم المدونه نكون كل شيء
كنقول بان بلادنا تحتاج المدونة، وهذا واش مخصوش يتسد. انا بالنسبه لي على مستوى النظام الداخلي خص تكون جاهز قبل افريل، معناها الفتره ديال العمل هي الفتره ديال العطله، ولكن الورش خصو يتفتح على مستوى اكبر سياسي واكبر. بالنسبه لتضارب المصالح، انا بغيت نبقى في البرلمان، بغيتش نبعد. حنا سنتين هذه باش صيبنا لجنه موضوعاتيه ديال تقييم المخطط الاخضر، ولكن نقول لكم عليكم الصحافي راه ما تتكتبوش على المخطط الاخضر، راه ملي تنكتبوا عليه ملي تنتكلموا عليه وكنقولوا للحكومه كل مره ضروري ترجعوا ديروا التقييم ديال جمله اللجنه. انا كنفهم بسبب الاشهار بسبب كذا بسبب 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 حتى رؤساء التحرير ما كيبغيوش يديروا نهار جينا كناقشوا السياسه الغذائيه والمخطط الاخضر وتكلمنا وقلنا الكلام ديالنا لم يسمع صوت لنا، وكنطلب من الاخوان يتبعوا يسالوا رئيس الجمهوريه علاش هذه اللجنه مجمله سنتين وقفت. الى خرج الى دار تقييم حقيقي للمخطط الاخضر غادي يكون عندنا البروبليم ديال فين مشى عندنا الامن الغذائي، وفين كان عندنا مشكل السياسه المائيه اللي تكلم عليها الاخ رشيد 89% ديال العمليه ديال الحوايج الفلاحه اللي اخترناها في هذه الدوله. فبالتالي ملي كنقول تضارب المصالح هنا كتكون تضارب المصالح، هو انني كنعطل الاليات الديمقراطيه والمؤسسه ديال باش انا ما تتحركش. كلش كدير كل اللي بامكاننا دستوريا كنقدروا، كل مره كناكدوا بان هذيك اللجنه عشان اللي فيها اي حرج، قلنا لرئيس الحكومه، قلنا لوزير الفلاحه، قلنا لرئيس مجلس النواب. اذا ملي يكون عندك برنامج من هذا النوع ما كتبغيش دير له التقييم راه كتفتح الباب على مصالح. موضوع حقوق الانسان، انا كنعتقد بان بلادنا اليوم وهي كتنقص مجلس حقوق الانسان، اليوم في هذه السنه كنخلدوا الذكرى ال 20 لاطلاق التجربه الرائده اللي كانت في المنطقه ديال الاقتصاد والمصالحه، واللي عالجات كل الاشكالات الماضي. بلادنا محتاجه اليوم الى كاين اشكالات اليوم اللي مرتبطه بالراي او مرتبطه بحريه التعبير المفروض نكبوا عليها اكثر. ولهذا في النظام الداخلي لكن فريق اللي طالبنا بقوه كل لجنه ديال حقوق الانسان والتحصيل على لجنه العدل. قلنا طالبنا ورحينا على طالب ان تكون عندنا اضافه لجنه ديال حقوق الانسان، لان كتعطي كترصد الموضوع ديال حقوق الانسان في بلادنا وتعطيه المكانه اللي حكلها في الدستور. اسمح لي في دقيقه اخيره، هو ديال الاداء الحقوقي. اليوم في كل الملفات اللي عطوا امثله عليها العنوان الكبير ديال الحكومه هو الليبرالي، اللي تنقولها ماشي تنقولها عليك، عطى الاحسن نموذج عطاه هو السياسي، هو انني كنجي مع التعليم وكنقول لهم بلا مفاوضه انا نعطيك من فوق 500 درهم، وقالوا لك لا ما بغيناهاش. هذه اكبر زياده تدات في تاريخ المغرب، بمعنى انت ما كتعرفش المغاربه، ما كتعرفش الفئه. بالنسبه لك ان كل شيء ممكن يتشرى سهل، قالوا لك الناس لا ما كانش، كنقول لك حنا بغينا تحسين شروط العمل. تكلم معايا في المستقبل، تنقول لك تكلم معايا ماشي 1500 درهم تقول لي نعطيك الدير اللي بغيت، تقول لك لا ما بغيتش، حدد لي ساعات العمل، حدد لي اننا في دوله عصريه، انا في القرن 21 كنتكلم. بمعنى التطورات اللي حصلت في بلادنا على مستوى حقوق الانسان وعلى مستوى تطوير اليه البنيان ما كايناش عند الليبراليه تما. اللي كيحكموا اليوم كيحكموا كيعتبروا بان كل شيء غندوزوه بحشو يعني بالاصوات، عندنا 333 الارباع ديال البرلمان غادي نصوتوا بها وانتهى الموضوع، وعندنا الفلوس بان اللي فتح فمه غنقول لا الفلوس. لا، اليوم كنظن اليوم كيضرب في القطاع المالي، وفي الاسابيع القادمه ثلاثه القطاعات ولا اربعه القطاعات، قطاع الوظيفه العموميه، قطاع معبر عن الطبقه الوسطى، غادي يعرف نفس الوضعيه اللي عرفته، لان ما كاينش، لان الليبراليه ما كتصاوبش، لان بالنسبه لها اتاك كاين لوغي خلاها من سوفانسون الاقتصاد الانجليزي السابق، هو الشعار اليوم عند الليبراليه اللي كتفكر، لان بتناولها بثلاثه كتفكر بان اي تنازل غنقدمو، اي تنازل غنقدمو غادي يكون ماشي في الصالح، ماشي في الصالح ديالي. ولهذا حتى في داخل البرلمان كتشوفوا قمه الحساسيه اللي كاينه عند الراي الاخر، راه الناس عندهم الاغلبيه ديالهم وبامكانهم يمرروا اي شيء، ولكن ما كايناش القدره نجي نصدر. قانون صدر، نعطي اخر مثال، قانون بامكانك تعطيه شهر يتناقش في البرلمان وبرفاهيه، انت كتخلي حتى اليوم الاخير ست شهور وهو صدر من الحكومه، كتجيبو في اليوم الاخير وكتقول حنا زبانين،
الله يخليكم بغينا ندوزوه اليوم لان غدا لان يوم الاثنين غادي نديرو جدل. راه تقدر هذه المره الا حتى تمره كنتفهموها، ولكن ملي كتولي ممنهجه وسيستيماتيك كتعطيك طبيعه التفكير وطبيعه الرؤيه للمؤسسه. شكرا شكرا السيد الرئيس. السيد الرئيس ادريس الى ضيف شي حاجه؟ ياك عندي شي شويه عندك باش نكون. وما تنساوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.